بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع استراتيجية الكرسي الساخن والطالب صالح، درس من أنا. وحتى يجلس هنا طالب لابد أن يكون عنده قدرة أن يجيب على كل الأسئلة. مستعد صالح؟ طيب اسأل السؤال الأول يا فارس. ماذا طلبت المعلمة من تلميذاتها؟ أن يتحدثون أمام تلميذاتها عن الشجرة. عن شجرة، تختار كل تلميذة شجرة تتحدث عنها. طيب نسمع عبد الله. تفضل يا عبد الله. السؤال الثاني. طيب انا اوطي شويه الصوت وانت اتكلم عشان نشوف الصوت. ها اتفضل. لماذا لبست نورة الثوب الاخضر؟ لماذا لبست نورة الثوب الاخضر؟ ماذا لبست نورة الثوب الاخضر؟ لماذا لبست نورة الثوب الاخضر؟ تتكلم عن الشجرة التي اختارتها، وهي النخلة. يبقى إذا هذا الثوب يعبر عن النخلة. ممتاز. السؤال الثالث. تفضل يا أحمد. السؤال الثالث. ما الثمرة التي السؤال الثالث. السؤال الثالث. الثالث. ما اسم الشجرة التي اختارتها التي تتحدث عنها؟ لا لا، ما قرأت الكلمة صحيح. أو. ما اسم الشجرة التي تتحدث؟ لا، التي 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 تتحدث. اقرأ هذه زين. تحدثت. ما اسم الشجرة التي تحدثت عنها نورة؟ عن أي شجرة تكلمت؟ عن النخلة. عن النخلة، بارك الله فيك. السؤال الرابع. تفضل يا عبد العزيز. ما الثمر الذي نجي؟ اقرأ على مهلك واقرأ صح. ما الثمار التي نجنيها، يعني نجمعها. ما الثمار التي نجنيها من هذه الشجرة، يعني نجمعها من النخلة؟ تمر. هذا رطب. أحسنت. بلى. ممتاز. السؤال الخامس. تفضل اقرأ السؤال الخامس يا محمد. من الذي أوفانا بزراعة ما هذه الكلمة؟ النخل وأكل ثمارها. من الذي أوصانا بزراعة النخيل وأكل ثمارها؟ ربنا. لا، في واحد ثاني غير الله. محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال السادس. اقرأ السؤال السادس. ما فائدة التمر؟ فائدة الجسم. يفيد الجسم. ويقوي الجسم. يقوي الجسم لأن فيه فيتامينات، بارك الله فيه. الآن نسمع إبراهيم اللي زعلان عشان ما شاركش. تفضل يا إبراهيم. اختار السؤال اللي أنت اللي عليه الدور يا إبراهيم، أنت مستعجل. يلا. مما كانت السي
القرآن. شفت إبراهيم الاستعجال؟ ما أنت مركز في القراءة. ماذا كانت تصنع السلال و القوارب؟ الريب القوارب قديمة. قبل ما نزعل ونقول ما شاركتش، أكون مجهز قراءة السؤال حتى أقرأ القراءة جيدة. مما كانت تصنع السلال والقوارب قديما؟ من الجذع والسعف. أيوة، السلال تصنع من السعف والقوارب من هذا. انت لسه قايل الوقت الجذع. الجذع. طيب السؤال الثامن، تفضل يا حمزة. السؤال الثامن، ماذا يمكن أن يحدث لو أن جذور النخلة، بس اتفرجوا على أحمد وعبد الله، ده دليل على عدم اهتمامكم، ضعيفة وغير ممتدة في الأرض. هل سمعت السؤال الذي قاله حمزة؟ لماذا؟ ولماذا لا تخرج كتابك؟ طب امسك الكتاب وحطه قدامك بدل ما انت قاعد تلعب وتتكلم. بيقول لي ماذا يمكن ان يحدث لو ان جذور النخلة كانت ضعيفة وغير ممتدة في الارض؟ راح تطيح الشجرة. تطيح يعني تسقط على الارض وتقع. اخر سؤال نسمع ابراهيم. اقرأ الخاء زين. لماذا خصص، لماذا خصص أسبوع سمي أسبوع الشجر؟ عشان نعتني عند الشجرة. حتى نهتم ونعتني بالأشجار لأهمية الشجرة. بارك الله فيك شيخ صالح، كنت رائعا وكنتم رائعون في طرح الأسئلة، ولكن مما أحزنني أن هناك تلاميذ لم يشاركوا، لذلك سأجعلهم يشاركون الآن. أول سؤال نخلي عزام يسأله تاني عشان يشارك. ماذا ضرب المعلمة من اقرأ كويس. ماذا ضرب المعلمة من تلاميذها؟ غلط. ماذا طلبت المعلمة من تلاميذها؟ عندك مقاطع ومدود، تعال لي على السبورة، تعال لي. عندك مقطع ساكن، هو ما المقطع الساكن؟ تلميذها. ايوه كده، ما صممش على حاجة غلط وقولها. ماذا طلبت المعلمة من تلميذاتها؟ أنت أجبت منذ قليل. طلبت المعلمة أن تختار كل تلميذة شجرة وتتحدث عن أمام زميلتها. ممتاز. نسأل السؤال الثاني يا عم أحمد. تعال يا عم احمد اتفضل يا بيه. السؤال اللي مكتوب قدامه رقم 2، لماذا لبست نورا ثوبا خضرا؟ تعرف تقولي السؤال بقى كده على بعضه؟ لماذا لبست نورة ثوبا أخضر؟ أيوة كده، مش أقوله لي ما ذا لا بي ست، لازم أقرأ الكلمة على بعضها بقى. ها؟ تمام؟ ماشي؟ لماذا لبست نورة ثوبا أخضر؟ لأن عشان أن تتحدث عن الشجرة التي اختارتها، وهي No.
النخلة. حتى تمثل النخلة. هل هناك أحد لم يشارك؟ نواف، السؤال الثالث يا نواف، قدامك السؤال. ما اسمه؟ تتحدث عنها نورة. ما اسم الشجرة التي تتحدث عنها نورة؟ النخلة. لا، ما انتش رايح. النخلة. النخلة. إذا الجميع قد شارك الآن. نعم. ولكن لا، بعض الطلاب وهم يقرؤون لا يدققون على القراءة، وهذا خطأ. لابد أن انتبه أثناء القراءة. خصص تحدثت، أخذ بالي من الشدة. شكرا يا صالح.